وبنبتدي معاكم فقرة المطبخ ومنتج جديد بنقدمه وهي بلزانو دبل سايدد راوند بان. بلزانو هي ماركة إيطالية شهيرة اتخصصت في تصنيع كل أواني الطهي المعمولة بالألمنيوم، إلى جانب كمان إنها بتصنع كل القطع اللي بتتركب في ماكينات القهوة من لافازا، إلى جانب كمان إن في كتير جدا من محترفي الطهاة استخدموا بلزانو في أفخم الفنادق في جميع أنحاء العالم. مش بس كده، بلزانو بتستخدم كمان تكنولوجيا عالية جدا وهي طبعا حصل على براءة اختراع في مادة الطلاق اسمها انتاليو، واللي بتطلي بيها كل اواني الطهي بتاعتها اللي بتخليها ضد الخدش وكمان غير لاصقه. كتير من التفاصيل هنتابعها مع ساره ومعايا عن بلزانو. مشاهدينا، الى جانب قد ايه هي الماركه كتير مهمه مثل ما وضحت رانيا، بدنا نشوف قد ايه المنتج اللي نحن عم نقدمه اليوم كتير عملي، كمان السعر كتير تنافسي لسبب انه نحن عم نقدم مقليه باكثر من طريقه، يعني فينا نحن نستخدمها على الميلتين، نطبخ فيها على الميلتين رح نشوف هيدا الشيء بسياق الحلقه، او فينا نفصل القطعتين عن بعض، نستخدم اول مقلايه واللي هي بحجم 26 سنتيمتر الرفيعه فراينج بان، فينا نستخدم المقلايه الغميقه اللي عم نشوف الغمق موجود معنا هون مختلف عن اللي فوق، كمان بمقاس 26 سنتيمتر ومقدم معها هيدا الغطاء، اذا بدنا نفصلهم عن بعض نقدر نحن كمان نغطي الاكل، رح نشوف تفاصيل اكثر، رح اقول لكم على السريع رقم المنتج هو 564100. نبتدي مع بعض على طول. يس ريدي. اول حاجه هنوريها للكاميرا دلوقتي، حاطين السالمون قبل التصوير على طول، بنوري الكاميرا انه قد ايه هي فعلا السطح بتاعها غير لاصق، الى جانب انها على طول بتسوي الاكل بمنتهى السرعه لانها بتوصل الحراره بطريقه سريعه. مش بس كده، هنشوف طريقه طبعا دبل سايدد بان ان احنا نقلبها على الناحيتين، لمجرد ان احنا نقفلها على طول بمنتهى السرعه بنقلبها الناحيه الثانيه ونشوف مع بعض، نوري الكاميرا. واو شكل السلمون قد ايه حلو جدا، والتسويه على طول كانت سريعه، وهنسيب السلمون يتسوى. لا الشغله عن جد اللي فاجاتنا انه نحن بالعاده بنقول يمكن اذا بدنا نقلب نحن الشغله ممكن توقع او ممكن تخرب، ولكن هون بتتساوى من قدام ومن تحت. هون بقى كمان اذا بدنا نقول المفاجاه اللي كثير 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 كبيره، هون نحن عاملين حاطين دجاج، ورح نفرجيكم انه انتم فيكم تتحكموا مثل ما ذكرت رانيا انه نحن نسوي الدجاج من تحت ومن فوق. هلا اللي بيميز هيدي المقلايه انه نحن عم نشوف انه في على الجهتين مضغوطه، فهي مثل كانه بريشر كوكر، مثل طنجره ضغط كثير صغيره. هون بقى البيك سربرايز، ليكو كم دجاجه. واو ثلاثه، ليكو الوزن اللي هي حاملته، ليكو هون هيدي ما بنلاقيها غير بالفرن، ولكن هون بقلب البان بنقدر نحن نحصل على هيدا التحمير. بتستوي الدجاج كتير من جوا، ورح نفرجي نحن قد ايه الدجاجة ديعانا على فكرة. الله حلوة، رح نفرجي قد ايه كمان مستوية. هون مستوية، حنشوفها كمان مع الكاميرا من فوق. أنا ممكن أساعدك سارة حتى برضو أبين للكاميرا إن طريقة التسوية بتاعتها أكيد، وإن اللحمة بتاعتها فعلا مستوية، يعني قد ايه جميلة جدا في الاستخدام. شفنا ان احنا برضو المساحه بتاعتها كبيره، وهنروح نشوف دلوقتي طبعا انها متعدده الاستخدام، مش بس دبل سايدد بان لكن كمان ممكن نستخدمها. شايفه الميكس سي فود والكميه عن جد اللي بيدهشنا انه نحن هيدا الشيء ما بنعمله ابدا بالمقليات، ولكن هون المقليه الحجم 26 سنتيمتر مطليه او مغطايه بطبقه اللي هي انتاليو بتخليها غير لاصقه، وليكو الكميه اللي حاططها رانيا من السي فود لتسلقهم. وحتى كمان برضه هنا بنشوف انها زي ما هي برضه معموله من طبقه عاليه جدا غير لاصقه، وغير هي برضه مضاده للخدش، هي كمان بتحتفظ بالستيم او بالبخار بشكل كبير، يعني مجرد ان احنا بس بنحط الاكل بدون سمنه بدون زيت، اكل صحي جدا. بنشوف طريقه التسويه فعلا قد ايه بتكون حلوه، وبتحتفظ كمان بالنكهه بالفليفر بتاع الاكل، وده مفيد جدا لكل الناس مع بلزانو دبل سايدد بان. وفي شغله كمان كتير حلوه، نحن بالعاده كمان بدنا نفرجي اكبر تحدي رانيا لاي شيء انه يكون ما بيلزق. رح شوف انا هون احنا حاطين الاسبانيش اومليت، وعلى ما نسيب الاسبانيش اومليت ان هو يتسوى على طول، وشايفين طبعا قد ايه شكله حلو مع أكيد. وكمان حتى المساحه كبيره، ان احنا حاطين ثلاث بيضات او اربع بيضات بتتفرد على طول جوه ال 26 سنتيمتر من المقلايه. وكمان التحدي الكبير بالبيض انه نشوف انه ما في شيء ابدا عم بيلزق. مظبوط. هنا هنا برضه على ما انت تستني البيض ساره، انا هشرح ان الدبل سايدد بان اللي احنا شايفينها مع بعض، لمجرد ان احنا يعني في كتير جدا من الاستخدامات بتاعتها، اول حاجه انها مصنوعه من الالومنيوم، وكمان من
بالداخل هي مصنوعة بطبقة عالية جدا من الانتاليو، وهي حاصلة على براءة الاختراع طبعا بلزانو في اللي هي مادة الطلاق اللي هي الانتاليو، اللي بتخليها غير يعني ضد الخدش، وحتى كمان بتكون طبقة غير لاصقة. مش بس كده، حتى هنا في اللوك بتاعها اللي هو ماجناتيك، يعني بيحبس طبعا الأكل بشكل كبير لمجرد ان احنا بتكون محكمة اول ما احنا بنفتحها على طول، بتكون سهلة جدا في الاستخدام. ولو حابين ان احنا طبعا نفصل الحلتين عن بعض او المقليتين عن بعض، بنفتحها 45 درجة بنشيلها على طول، بيبقى عندنا مقليتين بالحجم العميق وكمان بالحجم الرفيع. كمان هنا برضو لو بنتكلم على الستيم اللي سارة قالت حكت عليه، في هنا الثلاث فتحات، الثلاث فتحات دول بيخلوا ان اي حاجه نحطها جوه من الاكل طبعا بتحتفظ بالبخار، وان هي بتطلع البخار على طول، فبتشتغل كانها حل الضغط. يعني ما فيش احسن من كده مع بلزانو، بالاضافه الى الغطاء اللي برضو بيخليها متعدده الاستخدام. وبتحصلوا كمان مشاهدينا برضو على هنا كتيب للريسيبيز المختلفه اللي تقدروا تعملوها مع بلزانو زي ما احنا شايفين مع بعض. يعني قد ايه حلو مثل ما ذكرنا ببدايه الحلقه، السعر اللي عم بتشوفوه قدامكم هو مش بس لمقليه، ولكن هو بتستخدموه انتم مقليه غميقه مع غطاء مثل طنجره صغيره، مقليه رفيعه لحتى نقلي فيها او نعمل فراينج مثل ما عم نعمل الاومليت، وكمان الغطاء قد ايه كثير عملي. رح نشوف هلا كمان نحن لنفرجي انه كيف عن جد ما في شيء على ابدا على طول. برافو، سريعه عم لو احنا وريناها ما في ابدا اي شيء بيلزق على المقليه. هيدا هو كان التحدي للبيض، انه بالمره ما في ابدا اي شيء عم بيلزق. حلوه قوي ساره، وانا كمان على طول بسرعه هروح اعمل سيرفنج للسالمون اللي احنا شفناه دلوقتي مع بعض مشاهدينا. احنا شفنا التسويه، لمجرد ان احنا بس بنفتحه مره ثانيه نقدر ان احنا نعمل نشوف قد ايه شكله حلو. واو، نعمل سيرفنج يعني كتير عملية وبتعقيد وسعرها حلو وسهلة التنظيف وما في شيء ابدا بيلزق فيها شو ما كان، ما في شيء بيلزق فيها. وعايزه كمان اوري هنا ان هي فعلا محتفظه بالبخار، شوفي الميه الخلاصه بتاعت السمك، يعني الفيتامينز والخضروات كلها محتفظه بيها بلزانو. لكن في البدايه اقفل النار. وفي نقطه كتير حلوه، شفتوا الجوس اللي موجود بقلب المقليه واللي هلا نحن عم نسكبه؟ رانيا ببدايه الحلقه قلبت المقليه، ما في شيء ابدا طرطش لبرا، ما في شيء ابدا نزع الغاز، قدرنا نحن نقلبها بكل سهوله، ولا حتى تلزيق ولا اي حاجه ابدا. هوني تفضلي. يلا بقول اذا دلوقتي مشاهدينا حابين ان انتم تحصلوا على بلزانو، وشايفين دلوقتي مع بعض رقم المنتج 564100. هوني كمان عم نشوف نحن الرز، انا ما تخيل لي انه رح نكون نحن حاطين رز بهيدي الكميه. شوفي قد ايه وما ينخبس الرز مع بعضه بالمره. هوني عم نشوف الرز كمان كيف كثير هيك مفلفل نحن بنسميها، ما مخبوس ابدا مع بعضه. ولح اسكب هوني انا الرز، بوطي النار شويه أكيد. او ممكن نطفيها لان هي خلاص استوت. اذا حابين طبعا انتم تحصلوا على بلزانو اللي فيها كثير من المواصفات، مساحتها كبيره جدا 26 سنتيمتر، طبعا معموله بطريقه عاليه جدا وجوده عاليه جدا اللي هي انتاليو، ماده الطلاق المطليه بيها بتخليها غير لاصقه ومضاده للخدش، الى جانب انها بتسوي الاكل متعدده الاستخدامات. تستخدموها كمقلايه صغيره او حتى مقلايه كبيره عميقه زي ما احنا شايفين. هندوق دلوقتي مع بعض، انا برضو يعني لازم ادوق من طعم الرز الجميل. وهلا شو بدنا نشوف؟ حتى كمان التسويه حلوه. وحلو انه مش الكميه كثير كبيره وانه مضغوطه، ولكن ما في اي شيء ابدا خابس او هيك مضايقنا بالمره. طعم الرز حتى كمان هش ساره، الملح فيها مظبوط، حتى طعمه الفراخ مع القرفه بديها شكل حلو، نكهه حلوه جدا موجوده. هلا هون مستخدمينا نحن مثل مقليه عاديه مع الغطا. هون كمان نحن ذكرنا الستيم اللي بيكون عم يطلع من هيدا الغطا، والغطا قد ايه محكم رانيا، محكم جدا. اول ما تفتحيها شوفي كل الستيم كله متكون موجود، النكهه كلها موجوده، الخضار كل حاجه حلوه مع بلزانو، والكميه كمان اللي موجوده والاستوى اللي بيكون موجود بقلب هيدي المقليه. هون رح نعمل كمان سيرفينج للاكل رانيا، يعني انا خلص نازله هلا غدا عشاء ما بعرف لانه عن جد كثير عمليه، كثير عمليه وفعلا. وعايزين نوري حتى كمان التسويه بتاعت اللحمه انه هي فعلا متسويه متسويه جدا، يعني شوفوا قد ايه كل حاجه في مجرد انها محطوطه في بلزانو قد ايه هتكون مستويه في الاكل كتير.
احنا بنوريها برضو للكاميرا هنا طريقه التسويه قد ايه بتكون حلوه. شايفه البخار وطعمها جميل جدا. يعني حتى بالتشكيل اللي عملناها رانيا وضحنا لكل الصبايا وكمان للشباب انه انتم بتقدروا تتحكموا فيها، مش مقليه بس للبيض او لحتى نقلي فيها كل شيء. هلا سيرفينج اكيد ما في شيء ملزق. واو احلى حاجه، يعني بشوف المقليه كده ولا حاجه طبعا ولا شيء ملزق على المقليه بالمره. عملنا فيها العديد من الاشياء وشفنا انه تعمل لنا كل شيء. مظبوط، طنجره، مقليه، كل شيء مظبوط. اهم حاجه كمان مشاهدينا ان هي سهله جدا في التنظيف، تقدروا ان انتوا تحطوها في غساله الاطباق او تغسلوها بالطريقه العاديه، وكمان زي ما انتوا شايفين انها قد ايه عمليه جدا، تخزنوها بمنتهى السهوله. مشاهدينا برجع بذكركم برقم المنتج 564-100، شفنا معكم منتج بيطير العقل، كثير عمل لكل الصبايا اللي مبتدئين طبخ، ما عبالنا نجلي، ما عبالنا نعتل هم تنظيف او هيك نكتر اشياء بالمطبخ. بلزانو هو دبل سايدد راوند بان، هي عن جد الاختيار الانسب لكم. مزبوط، وكمان تقدروا ان انتم تعملوا فيها مواصفات ثانيه كثير زي مثلا بوب كورن، البان كيك، البيف ستو، زي مثلا الخضار، اصناف كتيرة جدا تقدروا ان انتوا تعملوها مع البلزانو دبل سايدد بان، واكيد هتكونوا مبسوطين بيها بطريقة عملية. مشاهدينا بتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا بحلقتنا النهاردة، ودايما تابعونا بمنتجات كتيرة في عالم التسوق. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافة في السلة.